هي الجملة كانت اللي لفتت انتباهي في القصة دي، عملت له كل حاجة رضوى، غيرت له من نفسي وخسيت واستقلت من الشغل وغيرت طريقتي وحياتي وبعدت عن صحابي وخفيت جدا من النزول وخفيت جدا من الميك اب وظبطت شكلي وعملت كل حاجة وما عجبتوش. اداني بومبا زي ما هي قالت كده بالظبط. اعمل ايه تاني علشان خاطر اقدر اقنعه بيا؟ وهو ده الجملة اللي لفتت انتباهي جدا. انا هلف لكم بقى واقعد كده ايه كاني قاعدة مع اصحابي على الكنبة. هو انا بقنعه بيا ليه؟ ممكن نرجع كده مع بعض شوية لورا. بابا اديني المصروف، انا عايزه مصروفي، استحملي انا نزلت الشغل وما عنديش فلوس والعيال مذاكره العيال وتمارينهم ومش عارفه ايه خدوا كل الفلوس. التليفون التاني، تليفون، ايوه يا بنتي حبيبتي انت فين يا ماما اتاخرتي ليه مش عارفه ايه انت لازم تروحي الطريق زحمه الطريق مضلم الدائري مش عارفه ماله المحور مقفول يلا يا حبيبه ماما عشان تروحي. الناحيه التانيه يمكن اقعد امسك التليفون كتير قوي عشان استنى جوزي ولا خطيبي يكلمني يسال عليا وساعات كتير ما بيحصلش. هنا انا كل اللي انا بعمله في بيتي ان انا باكل وبشرب وبنام وده معظم الحالات عشان عارفه ان في حالات بعتت لي قالت لي انا باخد بالي من امي وابويا وكذا كان انا بتكلم في المطلق. انا في اب وام مسؤولين عن نظافه البيت، الاكل، الشرب، المصروف، الجامعه، العربيه لو عندي، البنزين، لو عايزه البس بقعد ازن عليهم اعيط ادبدب في الارض الوي بوزي ايه يا ماما ايه يا بابا ما حدش يكلمني بالطريقه دي وفي الاخر انا بامر قطاع. انتوا بقى بتطلعوا من البيت معززين مكرمين داخلين بيت تاني وهو بيت الزوجيه لازم تستحملي حالته الماديه وتستحملي موده وقلباته اللي ممكن تحصل له بسبب ان هو اتخانق مع مديره في الشغل او ان المرتب مش مكفي او 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 او. لازم تستحملي ان هو هينزل ويخرج مع اصحابه عشان ليه كواليتي تايم او ليه جوده من الوقت انت مش المفروض تكوني موجوده فيها. لازم تطبخي وتغسلي وتكبري وتحملي وترضعي وتدي في العيال وتشوفي مدرس خصوصي ياخد فلوس قليله علشان خاطر مصروف البيت مش مكفي. ولو نفسك في حاجة ما تشتريهاش خاطر العيال نفسهم أو هو نفسه وتقفي ساعة تعملي له الحلو والوحش والجميل والمش جميل وكل الحاجات وتشوفي العيال نفسهم ياكلوا ايه بكرة وتطلعي من الفريزر اللحمة ولا الفراخ اللي هتطبخيها بعد ما ترجعي من الشغل وتشوفي العربية مالها وتشوفي هو هدومه اتكوت ولا ما اتكوتش وهنوديها للمغسله ولا هنغسلها في البيت وتشوفي اذا كان الجزم محتاجه تتخيط ولا هننزل نجيب جزم جديده وتشوفي 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 تبقي انت اللي مسؤوله عن كل ده. فانت انت بتتغيري لواحد عشان انت تبقي مسؤوله عن كل ده. احنا لازم نستوعب انه الجواز ستره والجواز نعمه والجواز سنه الحياه والخلفه احلى حاجه في الدنيا. لكن اعملها صح. اعملها صح لان انا قاعده مربعه في بيت امي وابويا هانم بيعلموني ويدفعوا لي ثمن الجامعه ويعلموني في المدرسه ويدفعوا لي ثمن المدرسه ولو نفسي في حاجه يشتروها لي. لكن انا الناحيه الثانيه لو عرفت اجيب حاجه يبقى كتر خير الدنيا لان الدنيا غاليه وهو يعني عشان مبقاش بس باجي عليهم طول الوقت وهم ساعات بيبقى عندهم حق الدنيا غليت فعلا الدنيا بقت نار السوبر ماركت واللحمه والفراخ والهدوم واللي 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 هيكفي عليها منين فبيقابلها ان هو يا بيديكي بوز يا ما بيرجعش البيت على طول عشان يقعد مع اصحابه علشان ما يسمعش اسطوانه العيال عايزه وانا عايزه وانا كذا. فانا ابقى قاعده في بيتنا جميله وكتكوته وكيوت
وامي وابويا بيدلعوني ويجيبوا لي كل حاجه، واقعد اشتغل على نفسي عشان اقنع راجل انه يتجوزني، ما ان شاء الله معانا اتجوزني. راح جه قال تاني، هقولها كام واحد موجود على الكره الارضيه ينفع يبقى زوج؟ كتير منهم محترمين، وكتير منهم كويسين، وكتير منهم ولاد ناس ولاد اصول، لكن اعملها صح. هو اللي يعمل مجهود عشان يقنعني ان انا اتجوزه، لان انا هعمل الرصه اللي انا قلت لكم عليها دي كلها. هو اللي يجري ورايا ويكلم اصحابي علشان يقنعوني ان انا ينفع اقعد معاه اشوفه قبل ما يجي لامي وابويا واتجوزه ولا ما اتجوزوش. انا اللي اقول ان فتره الخطوبه لازم تطول في وجود امي وابويا حواليا عشان اشوف بخيل ولا مش بخيل، كريم ولا مش كريم، لسانه حلو ولا لسانه وحش، هيتعصب هيقوم رامي حاجه في خلقتي ولا مش رامي، هيخش بيتنا بهديه، هيبقى عنده ذوق ولا ما عندوش ذوق. ظبطي نفسك وظبطي امورك وظبطي حالك، واقنعي اهلك انك تشتغلي وانت صغيره وتعمليك دبلومه ولا ماجستير ولا اي حاجه علشان خاطر انا، عشان شكلي انا، عشان انا لما ابص في المرايه الاقي ان انا حلوه، انا ارضي عليا، انا ابسطني. اللي مش هيعرف يحب نفسه مش هيعرف يحب يحب حد، واللي مش هياخد باله من نفسه عمره ما هيعرف ياخد باله من حد. ودي قاعده انا اتعلمتها تقريبا في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. ارجوكي ارجوكي ارجوكي، مفيش راجل في الدنيا يستاهل انك تغيري له لون شعرك، لكن انتي تستاهلي انك تغيري كل حاجه علشانك. وده رايي ومنتهى الامانه.